يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله، يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. مساء الخير عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا بصحه جيده وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا بصحه. سمحوا لي اذا طولت عليكم. كما كنت تشوفوا اليوم غادي نحضر معكم بسبوسه لمشروع مربح من المنازل. كنت وعدتكم وقلت لكم نديرها لكم ولا غالب الظروف كنت مريضه. انا عندي هاد لي غامكان كما كنت تشوفوا بالغلاق تاعهم، ولا ديرهم بالغلاق كما تحبوا. هنا شويه صغار ماشي كما النوعيه الاخرى اللي درتهم لكم كاغي تاع الشاميه او قلب اللوز. هنا غادي نعطيكم وصفة اقتصادية بنينة ناجحة 100% وكتقطع لكم كمية كبيرة ما شاء الله. هنا كما كتشوفوا قبل نبدو السيرو انا كنت محضراته من قبل، كان عندي في الثلاجة. هنا عندي كما كتشوفوا كاس، نصف كاس تحليب، عندنا نصف كاس، عفوا هنا البنات عندنا نصف ملعقة صغيرة تاع فرينة، ملعقة كبيرة نتاع لانوات كوكو، قشور حبة ليمون. دوك انا هنا كي نبدا نخدم نعاود لكم المقادير. عندنا هنا كما كتشوفوا كاس تاع سميد نوعيه السفينه متوسط، ماشي النوع الرقيق ولا الخشن. عندنا جوج حبات بيض وباكي تاع خميره الحلوى كما كتشوفوا وزن 10 غرامات. هنا كما كتشوفوا البنات ولا فاني. هنا قبل نبداو كما كتشوفوا السيرو انا كنت محضراته وكان عندي في الثلاجه. هنا درت كاس من اللي عبرت بهم هادو، كاس تاع سكر واثنين كيسان تاع ماء وقشور تاع الليمون. خليته يغلي، بعد الغليان حسبت له 10 دقائق وطفيته وخلوه يبرد. هنا نخدمه قبل نخدمه البسبوسه تاعنا باش يكون بارد والبسبوسه تكون سخونه. نبداو التحضير على بركه الله. هنا في الغيسيبيون تاعنا نديرو زوج حبات بيض كما راكم تشوفوا كاملين. انا هنا غادي نعاود ندير لكم المقادير باسكو هنا صورت والصوت نحيته عاودته من بعد كعارفين الاولاد وكاع. 2 حبات بيض، عندنا هنا ملعقه تاع فانيلا، نزيدو نضيفو عليها قشور حبه ليمون، وعندنا نصف كاس نتاع سكر. الكاس الوزن نتاعه 150 مليلتر. هنا نصف كاس تاع سكر، نخلطو هاد المكونات بلوحوي كما كتشوفو، نخلطوهم مليح. نزيدو نضيفو عليها نصف كاس تاع زيت، كذلك الكاس اللي وزنت به نفس المقادير، ونصف كاس نتاع حليب. نخلطو هاد المكونات كما راكم تشوفوا مع بعض حتى يتجانسوا الخليط. انا بنات سمحوا لي اذا طولت عليكم هاد الايامات باسكو راني شويه متمرضه، واليوم درت البوسيب تاعي كشفت روحي وقفت غير شويه درت لكم هاد الفيديو اللي طلبتوني عليه. نضيفو عليها هنا كاس تاع سميد، سميد قلت لكم درت هنايا المتوسط نوعيه السفينه، ونزيد نضيف عليها ملعقة صغيرة قهوة فارينة وملعقة كبيرة أكل نواة كوكو، وعندنا باكيت خميرة الحلوى وزن 10 غرامات. خلطوا جميع المكونات مع بعض كما راكم تشوفوا بلوفوي حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض بهذه الطريقة. الخليط يكون شوية مطلوق نوعا ما، ما يكونش ثقيل وما يكونش باسكو غادي يشرب في الفرن، السميد يشرب كامل السوائل تاعنا ويولي هذاك هو. نخلطوهم كما راكم تشوفوا من بعد، نقدبوا الملعقه هنايا تكون كبيره. هذا هو القوام تاعها، شوفوا كيفاش شويه مطلوق. نحكموا لي غامكان تاعنا، هنا راني دهنتهم بشويه تاع زيت. نفرغوا هنايا الغامكان تاعنا ما نعمروهاش، نديروا نصف برك باسكو فيها خميره الحلوى ويزيد يضاعف الحجم تاعها في الفرن. هنا نديروا غير نصف الغامكان كما راكم تشوفوا، ونشعلوا الفرن مسخن على 180 درجه. نشعلوا ليه غير من التحت حتى يضاعف الحجم تاع البسبوسه تاعنا، ونشوفوا احمرت في الحواشي عاد نطفوا من التحت نشعلوا من فوق تحمر ونخرجوها من الفرن. هنا البنات كما راكم تشوفوا نكمل كامل لي غامكان اللي هم عندي، ندخلهم الفرن يطيبوا كما قلت لكم درجه الحراره 180 درجه، ومن بعد ما يطيبوا نتلاقاو باش نوريكم كيفاش نسقوهم مع بعض. البنات كما كتشوفوا بعد ما خرجتهم الفرن هما سخونين، سقيتهم بالشربات تاعي اللي كنت قلت لكم عليها، كاس تاع سكر مع 2 كيسان تاع ماء وغونديل تاع ليمون. سقوهم مليح حتى يتشرب مليح هذاك السيرو تاعنا باش تجي شابه مسقيه مليح.
بالطريقة. أنا هاد الكمية قطعت لي 10 علب، علب ما شاء الله لبس بيهم ما يشبعوك زعما، ماشي صغار بزاف. شوفوا اللون تاعها كيفاش راه شباب احمر ما شاء الله. سقيهم هنا كاملين كما كتشوفوا بالطريقه. هنا بعد ما سقيتهم كاملين البنات وشربوا شويه، نحكموا شويه نتاع لا جولي اللي كنت سخنتها في الكسرونه، ونطلعوا عليهم في الوجه بالبانسو باش نلصقوا فيهم شويه تاع نوات كوكو ولا لوز ايفيلي ولا كوكو ايفيلي. اللي ما عندهاش لا جولي تقدر تعوضها بذاك الحسن نونوخس اللي يتباع في العلب، يجي شويه ثقيل هاني سخنوا شويه ونطلو من الفوق. هنا زينوها شويه بلا نوات كوكو، والنصف نزينوه بكوكو ايفيلي اللي كنت حمصتها في المقله، ونديروا لها نصف حبه تاع كراس في الوسط باش تجي تزين شباب. انا البنات ما نكذبش عليكم، هاد العلب راه عندي الغلاق تاعهم ولكن ما حسيتش وين حطيتهم، تودروا لي معليش. نتوما اذا غادي تشوفوهم بالغلاق هنا يباعوا 50 وحده ب 25000، ديروا لهم الغلاق تاعهم باش تبيعوهم باش يجوا شابين. واللي ما عندهاش غلاق دير بابي فين من الفوق تزيرهم باش نحافظوا عليهم على كاش غبره ولا. هنا زينت النصف الاخر كما كتشوفوا بكوكو ايفيلي اللي كنت حمصته، راه ما شاء الله ديك الريحه نتاعه. نزيدو نديرو لهم نصف حبه كراس كما قلت لكم في الوسط. هنا التزيين اختياري، المهم الذوق والبنه، ولكن نعطوهم تزيين باش يجي المنظر تاعهم شباب وياتيري الزبائن تاعكم. هنايا درت نصف حبه كراس في الوسط، نكمل التزيين تاعي البنات ونتلاقاو في صحن التقديم باش نوريكم الشكل النهائي تاعهم كيفاش خرجوا لي، ونعطيكم السعر نتاع العلب تاعنا شحال نبيعوهم. كما تشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي نتاعهم تاع نهار اليوم، وصلت عنها اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتاكلوها بالصحه والهنا. انا هنايا زينت النص بنوات كوكو نص بالكوكو ايفيلي. كميه اللي قلت لكم قطعت لي 10 علب، هذا هما الكميه اللي قطعتها لي. المهم قطعت لي كميه ما شاء الله. بالنسبه للسعر انا نبيعها هنايا 3000 العلبه، فيها بركه الحمد لله. 3000 خاص كل علبه شويه صغيره، 3000 العلبه. هنا لكم الاختيار، اذا كنتوا تبيعوها شويه اكثر بيعوها، المهم انا تناسبني هذا السعر، فيه بركه الحمد لله، البركه في القليل. هنا غادي نقطع لكم غروب باش تشوفوا مصداقيه الوصفه كيفاش جات معسله من الداخل وكيفاش جات خفيفه وبنينه، صدقوني غير جات روعه. شوفوا السيرو كي قعد في الوسط حتى لتحت يبقى السيرو، وانا هذا هو الشغم تاع البسبوسه كي تكون معسله من الداخل تجي بنينه وخفيفه. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم حبوباتي وتاكلوها بالصحه والهنا، وان شاء الله البنات نتلاقاو في فيديو اخر من وصفات رمضانيه او وصفات نتاع مشاريع. تهلاو في روحكم حبوباتي، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وان شاء الله نعطيكم وصفه اخرى اللي تكون شابه وتستحقوها باذن الله يا ربي. ان شاء الله ربي غير شافيني وعافيني، طلبوا لي ربي برك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.